إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. سيخوض فريق الوداد الرياضي مباراة ودية ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي، ويأمل مدرب فوزي البنزرتي اختبار لاعبيه في هذا اللقاء. وسيحتضن ملعب العبدي بالجديدة هذه المباراة بداية من الساعة 3:30 عصرا. ومن المنتظر أن يخوض الفريق الوداد الرياضي 3 مباريات ودية أخرى، وذلك خلال معسكره الذي يقيم بمدينة الجديدة، استعدادا لاستئناف منافسة عصبة الأبطال الإفريقية والدوري الوطني الاحترافي. أخبار اللاعبين، فسخف فريق الوداد الرياضي عقد الذي يربطه مع سفيان أهناس بالتراضي أول أمس أربعاء بعد أن أسقطه المدرب فوزي البنزرتي من المجموعة منذ إشرافه على تدريب الوداد. وكشف مسؤول ودادي مسؤول أن سفيان أهناس توصل بمبلغ 100 مليون سنتيم مقابل فسخ العقد بالتراضي ومغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، ويعد خامس لاعب يغادر الوداد لينضم لكل من باعوش الذي التحق بالكوكب المراكشي وزهير المترجي المنتقل إلى نادي الخالدية البحريني، وحمزة الكلاركي الذي سيخوض تجربة احترافية مع نادي نوريت يونايتد الهندي وعماد الخنوش. وما زال الوداد يسعى إلى فسخ عقود اللاعبين الذين أصبحوا خارج حسابات المدرب، وأبرزهم زورا وسامبو جنيور الشرق البحري. ويشار إلى أن الوداد الرياضي تعاقد مع أسامة الزمراوي وأيوب بوشا القادمين من شباب المحمدية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.